يتسلم وزير الخارجية معالي الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة اليوم نيابة عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة جائزة إنجاز العمر التي منحت لجلالته من مجلس الأعمال الأمريكي العربي لدوره في الإبداع العالمي عن روح المبادرة الإيجابية في مجال التطور والنمو وتقديم المشاريع الاستثنائية العمرانية والصحية والتنموية ودعم الحريات. وتجسد احتفالية نيويورك في الاحتفال التحضيري على أنها جائزة للبحرين بأسرها التي حظيت بقائد قد استطاع ومنذ تولي جلالته مقاليد الحكم أن يعبر بالبلاد إلى مجتمع الرفاهية والتنمية المستدامة في كافة المجالات، وذلك في ظل المشروع الإصلاحي لجلالته على مختلف الصعد، فيما عبر المشاركون من دبلوماسيين وسياسيين عن تقدير البحرين مملكة وشعبا وملكا للخطوات الكبيرة والسباقة عالميا في مجال التطور والنمو وتقديم المشاريع الاستثنائية العمرانية والصحية والتنموية. وأشادوا بحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى التي قادت سياسته الحكيمة البلاد نحو التميز على المستوى العالمي والإقليمي. في احتفالية كبيرة أقيمت في أهم نوادي نيويورك الدبلوماسية والتي دامت على مدار اليوم، شاركت نخبة واسعة من السفراء والدبلوماسيين وقياديي عالم الأعمال البارزين في الولايات المتحدة الأمريكية ومنطقة الخليج العربي في احتفال تحضيري لتكريم حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه بمناسبة استحقاقه لجائزة إنجاز العمر. البحرين قدمت عملا جيدا جدا في جعل المملكة نقطة وصل إقليمية ومحور أساسي. هناك اتفاقية تجارة حرة قائمة، ولدى البحرين موقعا جغرافيا مميزا للوصول للسوق السعودي، ولكني أعتقد أنهم أدركوا عبر هذه السنوات أنه يتعين عليهم تقديم أكثر، لذلك تم اعتماد مميزات لتحفيز الاستثمار، ومنها السماح للأجانب بملكية الشركات غير المساهمة 100% وأن لا يدفعوا ضرائب والتملك للأراضي ذات الخصومات العالية، وسمحوا بتسريع تسجيل الشركات، وعدد كبير من الشركات الأمريكية قد تجاوبوا لتأسيس أعمال في البحرين واستخدامها كمحور إقليمي. البحرين تقوم بإجراءات تقدمية هامة على الصعيد الاقتصادي على مدى العقد الماضي، وأعتقد أن جلالته كان في مقدمة هذا التطور ويقود إجراءات بشكل مباشر، فقد أطلقها في عام 2001 مع ميثاق العمل الوطني، وأيضا قد مكن نجله وللعهد ليتابع هذا التقدم الاقتصادي، وأعتقد أنه لهذا السبب يتم تكريمه بهذه الجائزة اعترافا بهذه الإنجازات. هذه الاحتفالية التي تقوم بها قمة مجلس الأعمال الأمريكي العربي قد تخللها منتدى حول أهمية تبادل أفضل الممارسات ونقل المعرفة بين الولايات المتحدة الأمريكية والمنطقة العربية في مجال الرعاية الصحية والعمل والمسؤولية المشتركة وتوسيع الشركات العامة والخاصة في حملة لخلق فرص العمل وحلول استكشاف الأمن الإقليمي. إن قيمة الأعمال والصحة الأمريكية العربية هو حدث سنوي وقد أقيم لعدة سنوات حتى الآن، وفي كل عام تكرم شخصية قامت بإسهامات منقطعة النظير في قطاع الصحة والرفاهية لشعوب المنطقة، وفي هذا العام اختاروا جلالته اختيارا صائبا وحكيما بشكل أساسي بسبب المشفى الأمريكي البحريني، لأنه كما كان نعلم أنه حقا أول من قدم خدمات صحية ورعاية شاملة في الخليج العربي. أعتقد أن نيل الملك لهذه الجائزة هو جزء من الاعتراف والتكريم لما قام به حتى الآن من تحسين للاقتصاد. هذا البلد يتحرك في الاتجاه الصحيح، وأعتقد أنه يجب أن نحيي هذه الجوائز في مسعى لدعم الاستمرار نحو هذا التقدم. يعني دون أدنى شك حقيقة تكريم مملكة البحرين بهذه الجائزة، جائزة العمر للإنجاز، يعد حقيقة تكريم مستحق وبجدار لمملكة البحرين، لا سيما أن مملكة البحرين حقيقة لها إنجازات طويلة وعريضة وكبيرة على مدى العقود الماضية،
وهي ماضي حقيقة في هذه الإنجازات إلى العمر الطويل المجيد إن شاء الله، لا سيما وأن يعني حقيقة نجحت مملكة البحرين في الماضي ولا تزال في قطاعين مهمين جدا وهما قطاع الخدمات المالية. ونذكر جيدا أن مملكة البحرين يعني احتلت جزء مهم جدا في هذا النوع من الخدمات، ليس حقيقة على مستوى الشرق الأوسط بل يمكن أن يقارن عالميا في قوتها وقدرتها على تنويع القاعدة المالية والخدمات المالية. عبر المشاركون عن تقدير البحرين مملكة وشعبا وملكا للخطوات الكبيرة والسباقة عالميا في مجال التطور والنمو وتقديم المشاريع الاستثنائية العمرانية والصحية والتنموية، وأشادوا بحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه التي تميزت، فكان لا يمكن إلا تقدير هذه السياسات التي قادت بالبلاد بتقدم كبير ومتميز على المستوى العالمي والإقليمي. سياسيون واقتصاديون وعلماء يشيدون بإنجازات وجهود حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه واستحقاقه لهذه الجائزة، جائزة إنجاز العمر. نادين الحيري، تلفزيون مملكة البحرين، نيويورك.